أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب الاضطرار إلى الحجة الحديث الرابع عن يونس ابن يعقوب قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام الامام الصادق فورد عليه رجل من اهل الشام فقال اني رجل صاحب كلام وفقه وفرائض وقد جئت لمناظره اصحابك رجل من اهل الشام جاء الى الامام الصادق عليه الصلاه والسلام لكي يناظر في امر الامامه طبعا الرجل جاء مستفهما لا متعنتا ان هناك اكو فرق بين واحد يجي لكي يكتشف الحق واحد يجي مو لكي يكتشف الحق وانما ليفرض رايه حتى لو كان باطلا ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا اكو واحد اهل باطل ما جاي يهتدي وانما جاي يريد ان يثبت باطله ولو بالمغالطه هذا انسان معاند قلبه غير قابل للهدايه لذا الله سبحانه وتعالى لا يهديه لانه هو ما يريد الهدايه. اكو واحد لا جاي يريد المناظره وهو طالب حق نعم يتصور ان ما عليه هو يتصوره حقا فجاي يريد يثبت هذا الحق لكن لا بعناد بحيث انه لو ثبت له ان كلامه باطل وان كلام الخصم هو الحق قبل ذلك هذا الانسان جاي بنيه صادقه ولو هو الان مخطئ لكن نيته صادقه هذا قابل للهدايه لذلك الله سبحانه وتعالى يهديه زين هذا الشامي أجا إلى الإمام الصادق عليه السلام ليناظر لأنه كان بين الشيعة مشهور أن الإمام هو جعفر بن محمد عليهما الصلاة والسلام زين أنت تدعي الإمامة ما هو الدليل على إمامتك بس هو هذا الرجل الشامي كان مؤدبًا ومن ادبه عندما وصل الى الامام الصادق عليه الصلاه والسلام، لم يقل للامام اني اريد ان اناظرك. قال اني اريد ان اناظر اصحابك، اصحابك. اريد ان اناظر اصحابك، اناظرهم. زين حتى اذا تغلب عليهم يبدا بمناظره الامام عليه الصلاه والسلام. زين، في المناظره عندما تريد تناظر واحد هذا يعتقد بباطل وقد حاك لباطله الادله زين أنا اكو حاله نفسيه وحاله ذهنيه طبعا هذا الشامي من اليوم الاول الذي ولد ولد في بيئه تبغض اهل البيت عليهم الصلاه والسلام لان معاويه بن ابي سفيان ربى الاطفال على بغض علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام بقضايا معروفه مذكوره في كتب التاريخ فكان قد سن لعن امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام على المنابر وربى الصغير على ذلك بحيل كثيره زين توارثوا الحقد والبغض جيلا بعد جيل وخاصة أن كثير من هؤلاء أن كثيرا من هؤلاء قتل آباؤهم في صفين ولو هم كانوا البغاة لكن من قتل آباؤه آباءهم علي بن أبي طالب فهذا زاد من بغضهم وحقدهم على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وبطبيعة الحال على الأئمة من ولده عليهم الصلاة والسلام زين هذا حالة نفسية عنده وأيضا حالة ذهنية وفكرية أنت تريد تأثر في هذا لازم يكون أسلوبك أسلوب في الجدال بالتي هي أحسن هم تنفذ إلى حالته النفسية تفك عقدة النفسية وهم تنفذ الى عقله وتبين له بطلان الدليل الذي يريد ان يستدل به. اذا تشوف مثلا الانبياء عليهم الصلاه والسلام وعلى راسهم رسول الله محمد صلى الله عليه واله عندما كانوا ياتون للناس يستدلون بالادله العقليه الفطريه وينفذون الى اعماق نفوس الناس يفكون هذه العقد التي تمنعهم عن الايمان. هذا الرجل اجى عند الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يريد يناظر في الامامه. زين بالنسبه الى الامامه احنا عندنا دليل عقلي كلي ان يكون لله حجه. لكن الامام الصادق هو الامام. هذا هو الامام. هذا يحتاج إلى دليل نقلي يعني النص من الرسول صلى الله عليه وآله أو أن يكون يظهر على يده الإعجاز زين هو مو صالح في كل احتجاج وفي كل قضية الإمام عليه الصلاة والسلام يريهم معجزة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله مع أنه المعاجز التي جرت على يديه كانت كثيرة لكن في كل احتجاج يجي يجيب معجزة لا لأن المعاجز ليس ألعوبة حسب طلب الكفار لذا الكفار كانوا بعض الأحيان يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وآله يطلبون معاجز هذه المعاجز تسبب خلل في الكون وبعدين شايفين معاجز زين إذا أنت المعجزة تكفيك ما رأيته ما رأيتها من معاجز كافية وإذا ما رأيتها من معاجز كاف مو كافية فأي معجزة أخرى لا تكفيك الأئمة ما كان صالح أن يروا أن يروا الناس في كل قضية معجزة فلذلك معاجز الأئمة عليهم الصلاة والسلام وحسب ولايتهم التكوينية هذه كانت خاصة غالباً وقليلة بحسب الحاجة والضرورة أما غالب أسلوبهم ويا الناس الاحتجاج الذي ينفذ إلى العقل والى النفس زين هذا إمام بأي دليل هذا إمام زين فالدليل عقلي يشخص أن هذا هو الإمام المصداق لا يوجد او الناس لا يفهمون هذا الدليل العقلي الا اذا اراهم الامام معجزه. انما الطريق الاسلك والاسهل هو النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه واله. الامام امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام له معاجز وكرامات كثيره. لكن الدليل الاساسي لاثبات انه منصوب من قبل الله سبحانه وتعالى للامامه هي النصوص التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه واله، سواء نصوص عامه او نصوص خاصه. والله سبحانه وتعالى اراد ان يتم الحجه على المسلمين في كل الاجيال، لذلك هذه النصوص موجوده في كتب المسلمين سواء شيعه او غير شيعه. ما يقدر يقول هذا نص في كتابكم من كنت مولاه فهذا علي مولاه هذا منكم لا موجود في كتبه وباسناد صحيحه واحيانا اسناد متواتره لا يتمكنون من التملص من هذه النصوص فتشوفه يبدا بالتاويل ولي عنق النص لكي يخرج النص من مدلوله الذي كان يريده الرسول صلى الله عليه وآله لكن الحجة تامة إذا فعندما تريد تناظر في أمر الإمامة إذا شيء كلي زين تجيب الدليل العقلي لكن إذا تعين مصداق جزئي أن الإمام الصادق هو الإمام هنا تروح إلى النص هذا الشامي عندما أتى لكي يحاجج الامام او يناظر اصحاب الامام عليه الصلاه والسلام في موضوع الامامه، كان يريد يحاجج بالطريقه العقليه. زين الطريقه العقليه لا يمكن لها ان تثبت اماما خاصا، وانما الناقل هو الذي يثبت. احنا عدنا الان فد مشكله مبتلين بها لحد الان. هناك بعض الناس كل حكم شرعي يريد له دليل عقلي الدم نجس شنو هو الدليل العقلي على نجاسه الدم صلاه الصبح ركعتين اما صلاه الظهر اربع ركعات شنو هو الدليل العقلي على ذلك الحجاب واجب شنو هو الدليل العقلي على ذلك الصوم في شهر رمضان واجب مو في شهر شوال شنو هو الدليل العقلي على ذلك كل هذا الطلب طلب المستحيل لماذا؟ لأنه احنا أول نبحث في الأصل أن الله موجود، وأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله نبيا، وأن القرآن حق، إذا أنت هاي الأصول قبلتها، ما يتفرع على هذه الأصول من أحكام لازم تقبلها. حكم الحجاب نزل في القرآن لازم تقبله. صلاة الصبح ركعتين هذا بينه الرسول صلى الله عليه وآله لازم تقبله إذا قبلت الأصل بالنسبة للفرع ما يحتاج إلى استدلال عقلي مثل ما واحد يريد يروح للطبيب الطبيب يأمره بأدوية أو ينهاه عن أطعمة يقول لا لازم تجيب للدليل العقلي على أن هذا الدواء الكذائي هو علاج لمرضي وتجيب للدليل العقلي على ان الطعام الفلاني يضر بصحتي زين اذا انسان هالشكل يطلب من الطبيب ماذا يقول الطبيب يضحك عليه يقول له تعال انت تقبل اني طبيب لو ما تقبل مقتنع باني طبيب لو مو مقتنع اذا ما مقتنع باني بانه اني طبيب اصلا مجيئك الى هنا خطا اما اذا تعتقد باني طبيب وان الاطباء هم اهل خبره في تشخيص الداء وفي اعطاء الدواء. اذا قبلت الاصل لازم تقبل الفرع. هسه انا شلون ابين لك ان هذا الدواء شنو هو والمرض اللي بيك شنو هو؟ هذه امور تخصصيه احيانا الاطباء يبينون لكن احيانا امور تخصصيه تحتاج لها سنوات من الدراسه. انت اذا قبلت الاصل تقبل الفرع نعم اذا انت شكيت في الاصل الان مثلا واحد في مرض يروح عند طبيب يحتمل ان تشخيص الطبيب خطا يروح الى طبيب ثاني الى طبيب ثالث واحيانا مثلا في المستشفيات يشكلون لجنه طبيه يعني مجموعه من الاطباء ياتون ويقررون بالنسبه الى مريض زين الاطباء مو معصومين قد يخطئون اهل الخبره اهل الخبره قد يخطئ لذلك يمكن انت ما تطمئن الى كلام طبيب واحد تروح الى طبيب ثاني الى ثالث لكن اذا انت قبلت ان هؤلاء الاطباء هم اهل خبره هسه اذا طبيب ما اعتقدت بكلام الثاني الثالث لازم تقبل ما يترتب عليه من تشخيص الاطباء زين بالنسبه الى الدين انت اللي قبلت ان الله موجود وأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وأن القرآن هو حق نزل من عند الله وأن الرسول معصوم كلامه ووحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى زين هسه إذا القرآن قال توجه إلى الكعبة في الصلاة اهنا أنت إذا مؤمن تسلم ويسلم تسليما نعم قد تسأل هذا السؤال ليس لأجل العمل لأجل الفهم. زين لماذا لحم الخنزير حرام؟ قد يقال لك وجوه هي صحيحة أو غير صحيحة إذا وردت في الروايات مثلا وجوه صحيحة. إذا وردت في مثلا كلام الأطباء وغير الأطباء قد تكون وجوه صحيحة وقد لا تكون وجوه صحيحة واحد يقول مثلا لحم الخنزير يميت الغيرة واحد آخر يقول لحم الخنزير فيه مثلا جراثيم ميكروبات كذا واحد يقول كذا وكذا وكذا يمكن يكون كلام صحيح يمكن يكون كلام غير صحيح لكن آن الأصل قابلة القرآن قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير خلاص أنا مسلم إله هسه فهمت لو ما فهمت مو مهم نعم إذا افتهمت يكون هذا زياده علم انا اصلي لان الله سبحانه وتعالى طلب مني الصلاه هسه زين هذه الصلاه فيها فوائد شنو هي هاي الفوائد فوائد معنويه فوائد ماديه فوائد دنيويه فوائد اخرويه هسه عرفت لو ما عرفت انا مسلم اصلي صوم شهر رمضان الله امر فمن شهد منكم الشهر فليصمه هسه انا عرفت السبب لو ما عرفت السبب قد تذكر في بعض الروايات او بعض الاستنباطات ان الصوم فيه فائده للبدن، تذكير الانسان بالفقراء، بالجوع، بكذا كذا كذا، تنظيم امور الحياه، ربط المسلمين بعضهم بالبعض الاخر وامثال ذلك هذه فوائد، هسه صحيحه لو مو صحيحه. هذا امر ثانوي، المهم ان الله امر خلص، انا يعني اطيع الله سبحانه وتعالى. هسه انت الان مثلا تعيش في بلده في بلدة ديمقراطية مثلا. القانون في هذه البلدة يصوت عليه بطريقة ديمقراطية، الشعب يذهب إلى الانتخابات وينتخب نواب البرلمان بانتخابات حرة ونزيهة. ونواب البرلمان ضمن سياق قانوني مراكز دراسات تبدأ، ثم اللجان القانونية ثم استشارة المخضرمين ثم استشارة القانونيين كذا يقدمون مشروع قانون إلى البرلمان البرلمان صوت على هذا القانون هسه أنت تعرف السبب لو ما تعرف السبب هذا قانون إذا أنت مواطن ملتزم اطيع القانون وإذا واحد ما أطاع القانون وتوجهت إليه عقوبة الناس يقولون هو صوتشة هو المقصر ليش ما أطاع القانون أنت تقبل أن هذه الدولة أنت في كنفها وتقبل السياق القانوني بالانتخابات بدأت إلى تشريع القانون كل هذه الأمور بعنوان كبرى كلية تقبلها إذا تقبلها في المصداق لازم تطيع القانون سواء عرفته أو لم تعرف مع انه القانون البشري قد يكون خطا بعض الاحيان كل السياقات القانونيه تجرى ويصدر القانون بعد فتره يلتفتون في خلل في القانون ويصححون القانون بمواد اضافيه او بتغيير القانون او بالغاء لكن بالنسبه الى قانون الشرع نحن نعلم بان الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء ليس بجاهل الخطأ والسهو والغلط كذا هذا غير وارد، الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه واله هذا وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والرسول معصوم في تبليغه وفي غير تبليغه في كل شيء فإذا بلّغ هذا بلاغه صحيح في 100% اذا قبلنا هذه الأصول أي قانون من الشرع نسلم له تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، اصل الامامه اثباتها بالدليل العقلي. اصل الامامه دل عليها القران. لكن تشخيص الامام اكو طرق لتشخيص الامام. لكن اهم طريق اللي هو لعامه الناس النص. من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن كل إمام على الإمام الذي يليه سواء نص عام الأئمة من بعدي اثنا عشر كلهم من قريش كلهم من بني هاشم أو النصوص الخاصة على أمير المؤمنين والنص من أمير المؤمنين على الإمام الحسن ومن الإمام الحسن على الإمام الحسين وهكذا هذه بحوث سنأتي إليها في المستقبل إن شاء الله تعالى زين أنت الآن جاي من الشام تريد تناظر أنه الإمام الصادق هل هو إمام أو ليس بإمام بالدليل العقلي هذا لا مجال لإفهامك الدليل العقلي إلا بالمعجزة وطبعاً في أخير الأمر الإمام يريه معجزة لكن في البداية عندما يريد يناقشه أو أصحاب الإمام يريدون يناقشوه يريدون يبينوا له خلل هذه الطريقة انت لازم تروح للنص تسال اي نص يدل على ان الامام الصادق هو الامام فلذلك الامام الصادق عليه الصلاه والسلام بدأه بأمر نفسي حتى يكسر هذا الحاجز اللي موجود في ذهنه خلاص انا اريد فقط الدليل العقلي لذا الامام شنو يقول له؟ يقول له انه زين أنت أمرك لا يخلو من ثلاثة حالات. أولاً عندما تريد تجي تستدل بالدليل العقلي. أنت تكون شريك للرسول صلى الله عليه واله. يعني الله سبحانه وتعالى أخبر الرسول بشيء وأخبرك بشيء آخر تتمة لذلك. هل تقبل بهذا الشق؟ أنت نبي والرسول نبي بس أنت شريك تقبل هذا الكلام لا ما يقبل لأن أي مسلم لا يعتقد بنبي بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله لأن الرسول محمد محمدا صلى الله عليه وآله هو خاتم الرسل والأنبياء لا نبي بعدي زين فأنت شريك للرسول له أنت نبي بالاستقلال مثل ما الله أوحى إليه أوحى إليك لا هذا هم ما يعتقد به زين الله سبحانه وتعالى فوض إليك أنت مو شريك للرسول ولا نبي لكن الله سبحانه وتعالى أوجب طاعتك حتى أنت إذا بعقلك استدليت بدليل عقلي تكون مفترض الطاعة لا زين فانت مو شريك للرسول ولا انت نبي يوحى اليك ولا الله سبحانه وتعالى امر بطاعتك اذا لازم تاخذ من الرسول يعني الامام رجع الى النص مرة أنت تقول أنا نبي ما أخذ من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله زين نجي نناظرك في بطلان نبوتك مرة تقول لا أنا شريك للرسول الله أوحى بعض الأمور له وبعض الأمور لي زين الناظرك في بطلان هذا الأمر مرة تقول لا الله سبحانه وتعالى أمضى ما أقوله فوض إلي وأوجب طاعتي نناقشك في بطلان هذا الأمر أنت مسلم لا أنت رسول بالاستقلال ولا أنت شريك لرسول الله صلى الله عليه وآله ولا أنت مفروض الطاعة فإذا أنت في الأمور النقلية لازم تاخذ من الرسول. وصلنا إلى نقطة أنه في الأمور النقلية الطريق هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. هذا الأمر كمقدمة لكي يكسر الحاجز النفسي. الحاجز النفسي اللي يقول انه فقط الدليل العقلي كلا الان احنا احيانا نتكلم مع بعض الناس في مسائل الشرع بس يريد دليل عقلي يقول انا اقتنعت بالدليل العقلي التزم ما اعتقد ما اعتقدت ما التزم نقول له زين هذا المثل لك مثل واحد يجي يقول هذه اشارات المرور الاشاره الحمراء والاشاره الخضراء والاشاره الصفراء وهذه العلائم المرورية الحمراء والزرقاء العلائم المختلفة يقول آني ما مقتنع الإشارة الحمراء تكون علامة للوقوف ما مقتنع تعالوا قنعوني إذا اقتنعت أي وقت بسيارتي وصلت إلى الإشارة الحمراء أتوقف إذا ما اقتنعت أني راح أعبر الإشارة الحمراء زين ما اقتنع عبر الاشاره الحمراء هسه هو ما مقتنع يصير سبب ان شرط المرور ما يغرمه لا شرط المرور يقول له غصبا عليك هذا قانون وانت اذا خالفته تغرم واذا صار حادث تسجن مثلا او كذا وكذا وكذا هسه انت مقتنع لو ما مقتنع انت تعيش في دوله فيها قانون ولنفرض انه قانون ديمقراطي انت مقتنع بالقانون لو ما مقتنع بالقانون إذا خالفت القانون تعاقب يقول القانون ما حول الأمر إلى قناعتك القانون صدر لمصلحة عامة أنت مقتنع ما مقتنع هذا لا دخل له في القانون الله أوجب الصلاة أوجب الصوم أوجب الحجاب حرم الزنا حرم الربا حرم كذا أحل كذا هذا للمصلحة العامة أنت مقتنع ما مقتنع هذا ما رح يغير من القانون القانون ما يتبع قناعتي وقناعتك. الله سبحانه وتعالى يقول: ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. الان القوانين التكوينيه الشمس والقمر وحركه الارض والليل والنهار والشتاء والصيف هذا مو تابع لشهواتنا واهوائنا. هذا تابع للمصلحه. هسه انت في الصيف تريد يصير شتاء في الشتاء تريد يصير صيف الليل تريد يصير اطول من المتعارف اقصر من المتعارف مثلا هذا الامور التكوينيه مو تابعه لارادتك انت اردت او لم ترد هذه القوانين التكوينيه جاريه انت طبقت حياتك وطبقت روحك على هذه القوانين التكوينيه فبها مثل الان العلوم التجريبيه هي تطبيق حياه البشر على القوانين الموجوده يستفيدون من القوانين الموجوده في هذا الكون الله سبحانه وتعالى أودعها لذا تصير الاختراعات الاكتشافات تكتشف القانون وتطبق حياتك على ذلك القانون أو تخترع أجهزة تتطابق مع ذلك القانون أما تقدر تغير القانون لا ما تقدر تغير القانون هسه القانون التشريعي حسب المصالح العامة الله سبحانه وتعالى شرعها أنت تعتقد لو ما تعتقد إذا خالفت القوانين التشريعية تقدر تخالف لكن تأتيك العقوبة والآثار الوضعية قانون الجاذبية موجود أنت تقدر تخالف ترمي بنفسك من السطح تروح على عمارة عشرين طابق ثلاثين طابق خمسين طابق تقول أنا ما أعترف بقانون الجاذبية وألقي بنفسي تقدر تلقي بنفسك لكن إذا أنت ما اعترفت وألقيت بنفسك من شاهق القانون هم يتوقف لانك انت ما تعترف بالقانون لا القانون يجري مجرى الجاذبيه تجذبك سواء اعترفت او لم تعترف اذا انت ما تعترف بحرمه الربا ورابيت تقدر ترابي لكن ضرر الربا الدنيوي والاخروي سيحيط بك ويحيط باي واحد يخالف قانون الشرع فاذا انت مو شريك لرسول الله انت لست نبيا انت لست مفترض الطاعه فلذلك في الامور النقليه لازم تراجع الى الرسول صلى الله عليه واله ما اتاكم الرسول فخذوه الرسول جاء بالقران من عند الله سبحانه وتعالى الرسول عين الأئمة من بعده بأمر من الله سبحانه وتعالى. أنت لازم تسلم تمسكت إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إن تمسكت بهما هديت وفي الحوض تسقى ومن أهل الجنة. إذا لم تتمسك بهما يكون الظلال وبعد الظلال المنع من الحوض ومن بعده نار جهنم فإذا بهذه الطريقة الإمام عليه الصلاة والسلام كسر الحاجز النفسي في مسألة الإمامة و أمر أصحابه أن يناظروا هذا الشامي المتكلم حس مناظرتهم له إن شاء الله سنتطرق لها في حلقات قادمة هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين